في مكان في كل مصلحة حكومية ومؤسسة وفي أي مبنى. المكان ده بيحتفظوا فيه بجميع ورق الموظفين، الكل الورق من زمان. المكان ده بيسموه إيه؟ بيسموه بالعربي أرشيف. بيسموه بالعربي أرشيف. في المدارس والمصالح الحكومية بيشمل الورق القديم لكل موظف في هذا المكان. كلمة أرشيف دي كل الناس بتتناولها مع بعضيها، يا ترى اسمها أرشيف فعلا ولا ليها اسم ونطق صح؟ تعال نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والمتابعين مستر محمد نجار. حبايبي، كلمة أرشيف إزاي بتتنطق؟ وهل فعلا بتتنطق زي كلمة أرشيف زي ما ناس كتيرة بتنطقها أرشيف؟ لا حبيب قلبي، تعال نسمع نطق كلمة أرشيف ونبدأ كالمعتاد بالبريتش أكسنت. جاهز؟ اسمع. أكايف أكايف أكايف. أما بالأمريكان أكسنت أركايف أركايف، مش أرشيف مش أرشيف، أركايف بالأمريكان. اوعى تنسى، اوعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.